سلام دراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد فيما كنتو. في هذا الفيديو غندير لكم على واحد الاستوار اللي تقدر تموتيفي شي وحدين فيكم، تقدر ما تموتيفي حتى واحد، حيت الازمنه والاماكن والاحداث فاش طرات هذا الاستوار كيختلفوا على دابا. ففي هذا الفيديو غندير لكم على واحد السيده اللي بدات من تحت الزيرو، واخا تخلى عليها باها في سن صغيره وامها مات في سن صغيره وتلاقات بزاف ديال الصعوبات، تقدرات تخطى كاع هاد المشاكل وتحقق الذات ديالها. ففي هذا الفيديو غندير لكم على جابرييل نير تشانل اللي معروفة بكوكو تشانل، واللي هي مصممة أزياء فرنسية، واللي كتعتبر من أهم الشخصيات اللي دازوا في القرن العشرين، وحيت تحطت في قائمة ضمن أهم 100 شخصية عالمية ومؤثرة كانت في القرن العشرين اللي حطتها مجلة تايمز الأمريكية. فجابرييل نير تشانل تزاد عام 1883 من واحد الأم اللي ما مزوجاش، أي أنها من علاقة غير شرعية، والأم ديالها كانت سميتها ديفول وكانت كتخدم في واحد المستشفى خيري، أما الأب ديالها اللي سميتو ألبرت فكان تخدم بيع متجول. وكان عند جابرييل نير تشانل جوج خوت وجوج خواتات وهي تالتة، وكانوا كاملين مع عائلتها كيعيشوا في بيت وحدة صغيرة في بلدة بغيف. وملي وصلت جابرييل نير تشانل 12 عام، هنا في بداية حياتها كتاخذ واحد مسار اخر، حيت هنا فاش توفات الام ديالها وهنا فين بدا باهم كيتخلى عليهم، حيت سيفت البنات لدار الايتام والدراري سيفتهم يخدموا في المزارع عند الناس. ورغم هذه المعاناه كامل اللي عانت منها في الصغر، ففي دار الايتام علمهم واحد الحاجه اللي غتنفع حياتها كامله، واللي هي الخياطه والتصميم والحياكه. وملي جابرييل نير تشانل وصلت ل 18 سنه، قررت انها تخرج من دار الايتام واتجه لواحد الداخليه خاصه بالبنات في بلده مونليس. فوخا احترفت الخياطه والحياكه والتصميم في السنين اللي دوزت في دار الايتام، اختارت انها تتجه لعالم اخر، وهو انها تغني في واحد الملهى كانوا اغلب الكليان ديالو ضباط فرنسيين. وهنا فاش خدات اللقب ديال كوكو تشانل بسبب جوج اغاني شعبيين كانت كتغنيهم بزاف. وملي ولات عندها 20 عام تعرفت على ايتيان بالزان اللي اقترح عليها انه يعاونها ويطور لها البروجي ديالها في الدومين ديال التجاره في مدينه باري، ولكن بالزربه تخلات عليه مشات عند واحد الراجل لاباس عليه اكثر من ايتيان بالزان. وفي عام 1910 فتحت جابرييل نير تشانل اول بوتيكا ليها او ستور ليها في شارع كامبون في مدينه باري، وكانت في هذه البوتيكا كانت كتبيع الكاسكيتات والقبعات اللي كانوا من التصاميم ديالها. فملي دازت تقريبا شي 13 سنه على هذا الافتتاح جات الحرب العالميه الاولى. وكيف ما كتعرفوا فملي كتجي شي حرب كيكون الكود الاقتصادي وحتى شي حاجه ما كتولي كتمشى، ولكن بالنسبه لكوكو تشانل كانت كتعتبر الحرب العالميه الاولى مثابه فرصه ذهبيه باش تحقق نجاحات كبيره. وفعلا هذا الشيء اللي طرا، فبطبيعه الحال حنا كنعرفوا باللي الحرب العالميه الاولى الرجال مشاو لساحات الحرب والنساء مشاو يخدموا بلاصه الرجال، وهنا فين كان المشكل اللي لقات ليه كوكو تشانل الحل. فديك الساعه في الحرب العالميه الاولى كانوا الحوايج تاع العيالات تقال بزاف وما كيخليوهمش يخدموا على راحتهم، الامر اللي خلى كوكو تشانل تجيب لهم ستيل ديال الكاجوال اللي مخلط فيه ستيل ديال الرجال بالستيل ديال النساء في الحوايج ديال النساء. وهذا الشيء كيتعتبر ثوره دارت كوكو تشانل في مجال الموضه ديك الساعه، فدخلت السروال في اللباس تاع المراه. فقبل كوكو تشانل ما كانش هذا الشيء، وكان الفستان الاسود كيقتصر غير على الجنازات والارامل، ولكن من بعد ما نشرت كوكو تشانل في واحد المجله واحد الفستان اسود تحت الركبه وكتبات عليه كلشي خاصو يلبس هذا الفستان، وفعلا كلشي ولا كيلبس داك الفستان من زوجات ديال السياسيين ومشاهير وممثلات، ولا داك الفستان كيتعتبر رمز ديال الاناقه والرقي والفخر. اما الديزاين ديال الشركه ديال كوكو تشانل اللي هو جوج احرف ديال السين متشابكين في بعضياتهم، فكان الاختصار ديال كوكو وكان من التصميم ديالها حتى هو. وفي عام 1920 قررت كوكو تشانل انها تسف داكشي اللي كتبيع الشركه ديالها، وهنا فين جات ليها الفكره انها تصدر العطر ديالها واللي كيتباع حتى اليوم، واللي هو تشانل نمبر 5 اللي قادو خبير العطور اللي سميتو ارمي بول تحت الشروط ديال كوكو، واللي هما حتى واحد ما يقدر يقلد هذا العطر وتكون عنده ريحه مميزه كتختلف على باقي العطور اللي كاينين في السوق، الامر اللي خلى ارمي بول يمزج ما بين 80 مكون باش يخرج لنا العطر ديال تشانل نمبر 5، وهذا الاخير اللي تباع بواحد الكميه اللي ما توقع حتى واحد، وهذا الشيء بالدعم ديال شركه بيدغ اللي كتروج لهذا البرودوي في البوتيكات ديالها، ورجل الاعمال بيغ وينتر اللي كيصنع هذا البرودوي في المصانع ديالو، فاتفق مع كوكو تشانل باش انه يدي 70% ديال الارباح باش ينتج ليها العطر ديال تشانل نمبر 5 في المصانع ديالو. وشركه بيدغ دات تقريبا شي 20% ديال الارباح باش انها تروج لهذا العطر في البوتيكات ديالها،
اما 10% ديال الارباح فدتها كوكو تشانل صاحبه الفكره. ومع النجاح اللي وصل ليها هذا العطر ديال تشانل نمبر 5، حسات غابرييل نيو تشانل بلي تشمتات وبلي الاتفاقيه ماشي هي هذيك وبلي الحق في الارباح تيضيع، الامر اللي خلاها انها ترفع دعوه قضائيه ضد جوج شركات. ولكن للاسف جا الركود الاقتصادي ديال الثلاثينات اللي خلاها تخسر بزاف ديال الارباح هي وجوج شركات، ومن بعد جات الحرب العالميه الثانيه اللي خلاها دير الافلاس وتسد الشركه ديالها. وملي وصل الاحتلال الالماني لفرنسا ارتبطت كوكو تشانل بواحد ضابط عسكري الماني اللي سميتو فان ديكالاج، وهنا تعرضت كوكو تشانل للانتقادات والاشاعات وباللي انها خانت الوطن ديالها فرنسا وانها كتعاون مع الالمان في امور استخباراتيه. وقبل ما نكمل، الى عجبك الكونسيبت اللي كندير فما عليك غير سبسكرايب او لايك، ولا كان عندك شي فكره فما تنساش تخلي عليا في الكومونتير. ومن بعد ما سالت الحرب مباشره عيطوا على غابرييل نيو تشانل باش يديروا معها استجواب على العلاقه ديالها مع الالمان، ومع كامل داكشي اللي دارت ما تهموهاش بخيانه الوطن. وملي سالوا معها التحقيقات والاستجوابات قررت انها ترحل لسويسرا وتعيش تما في الريف باش ترتاح وتكون بعيد على الانتقادات والاشاعات اللي كتعرض لهم فرنسا. وملي ولات عندها 70 سنه قررت انها ترجع لباري لعالم الموضه والازياء، واخا دوك الانتقادات والسخريه والتنمر اللي تعرضت لهم في البدايه الا ان التصاميم الانثويه ديالها والمريحه والانيقه والفخمه قدرت تجذب مسوقين من جميع انحاء العالم، وقدرت ترجع الشركه ديالها للمكانه الاصليه ديالها بعد ما تعرضت ليها من خساره في الحرب العالميه الثانيه. فكوكو تشانل هي واحد السيده اللي بدات من تحت الزير وعانت من مشاكل صعيبه في سن صغيره، والطفوله ديالها كانت صعيبه ودازت من جوج حروب، الحرب الاولى والثانيه، واللي كتعرفوا الخسائر اللي طراو فيها البشريه والاقتصاديه. ومع كامل هذا الشيء قدرت دير بلاصتها في المجتمع الفرنسي، وقدرت دير للشركه ديالها مكانه في عالم الموضه والازياء واللي معروفه بالفخامه والرقي والاناقه، واللي عندها حاليا اكثر من 300 فرع حول العالم. ففي سنه 2016 تقدروا الارباح ديال الشركه ديالها باكثر من 10 المليار و200 مليون دولار. اما القصه ديال غابرييل نيو تشانل فخرجوا عليها بزاف ديال الاعمال الفنيه والادبيه، من اهم هذه الاعمال السيره الذاتيه ديالها اللي هي تشانل اند هيرورد اللي خرجت عام 2005 اللي كتبتها الصديقه ديال غابرييل تشانل اللي سميتها اند موند شارلو غو، وايضا الفيلم ديالها اللي هو تشانل قبل كوكو واللي حصد على جائزه ديال الاوسكار من صنف ديال الازياء. وخرجوا عليها ايضا بزاف ديال المسرحيات والاغاني الموسيقيه. وفي عام 1971 كملت الرحله ديال كوكو تشانل على هذا الارض وتوفات في سن ديال 88 سنه. اما الشركه ديالها فتولت تسير ديالها المصمم الشهير كارل، وهذه كانت القصه ديال كوكو تشانل اللي هي غابرييل نيو تشانل. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع قصه جديده ان شاء الله.